قال: ويروى عن رجاء بن حيوى قال: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه، يعني شخص يقول أريد أن أصاحب أو أن أؤاخي شخصا لا عيب فيه، ما في عيوب، قل صديقه. من وين بدك؟ أين ستجد هذا الصديق الذي ليس فيه عيوب؟ ولكن دائما ينظر للشخص نظرة أغلبية. ومن لم يرض من صديقه إلا بالإخلاص له، يعني صديقك سيحسن معك دائما دام سخطه، سوف تجد نفسك متسخطا على صاحبك. ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه، يعني كل ما تشوف خطأ تعلق على واحد فتكثر أعداؤك. فأفضل شيء النصيحة بالسر، وأن تركز على المعاصي، أما الأخطاء والسلوكيات والطباع وهذه الأشياء فهذه لا تنتهي. حتى لو يرتكب معاصي، ليس كل معصية تنهى، لما؟ لكي لا ينفر، فتنتظر الوقت المناسب فتخاطبه. إذن هو لا يقول لك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لكن يقول لك تقصد الوقت المناسب للأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان هناك شيء من السلوكيات ليس بحرام فأهمل التعليق، وإذا كان لابد من التعليق بينك وبينه ليس أمام الناس، وفي شخص يتقبلك أنت تتكلم بحق لكن لأمامك إيش؟ لا يتقبل، أنت غير مطالب أن تنهى، لأنه سوف يترتب على ذلك منكر أكبر ومشكلة كبيرة جدا. يعني قد تجد شخص في الشارع والعياذ بالله يعمل منكرا، إذا نهيته ربما يزداد منكرا، أو تتعرض إلى السجن، أو تتعرض للضرب، غير مطالب، لكنك تنتظر حتى يصبح هذا الشخص في حالة تستطيع أن تنهى أو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذا هو المقصود، تقصد الوقت المناسب.